شوف له يا ابو نصير له يا عيب الشوم عليك عم تعمل عماله اول مره تحكي بجديه بدل عن الرب تبعهم استغفر الله العظيم بدي فديهم من اليوم بدي انا بعرف مش لازم تكون هيك بس عيب عليك زلمي خدمك يا زلمي تجي عيب عزاز مين خدامك عبد الرحيم الرب والعشر ملايين نن اجوا هاودي يقلوا العيلوا معي هاودي من محط العين مش شايفين سني شيء انا فضي علي تعال عب علي ملده بلاش وبيسرع عب علي ملده بلاش وعطى عب علي ملده بلاش وسلم عب علي ملده بلاش لك اي ملده كلهم ايه كل متوحكي ها ارجو لك طلع يا عيني يا روح يا رياض جابوا جابوا محلت الله وعم بيعمل هيك لاعب ما فيش رسائل انا بعرف الزلمه له 10 ملايين تيجي تعمل عمال على يا عاي بس مش حلو العمال راح جابة الحريري زفتوا له الطريق من شان انتخبون انتخبون لكن شو ما شرط انت وغيرك لا بات الحريري قلت له اني من حظ فات الماجد ما خسرت انت وانت بات الحريري انا بعرف ازاي لازم تطلع منه جماعه بيخدموك كثير نعم طول عمرك معك بات عبد الرحيم روح طول عمرهم معك شو خدامني طول عمرك بنتي شو خدامني طول عمرهم معك لو عندك فتح 1000 دولار من يدينه اليوم يدفع اليوم ما حسبت السنة اليوم ما حسبت السنة شو بده يصير بعد سنة يروح يدفع على خليك دايما صار عند راسك صحبتها مين مين بس مين قال لك لا معلوماتك الأمنية نحن عارفين كل كل حركة بتاعها مش انتو هاي معلوماتك الأمنية بس حبيت خبرك اياها وأي ساعة بتنام انت وشو عم تعمل ببيتك ما عرفانين معلوماتك الأمنية مخابرات وهديك مرة رحت بالسيارة عرفنا وهم جيت وعرفنا وأي ساعة تلاقي وأي ساعة فوت والله أنا بحكي بدي طيعها غصبا عن عبد الرحيم راد أنا بحكي الحق في دولة بيني وبينه بدل ما تضحك انا بعرف في حق اذا هو عم بيقول خيه ولا خلاه تتداين ال1000 دولار معه حق ما في حسابش حساب لليوم سكر البوز مش هو مش مش حال عبد الرحيم عبد الرحيم صاحب مثل الحريري ما بيعرفوش شيء على الحمير اللي حواليه هون عم شو مين قصدك يعني مين قصدك كل الظلم عبد الرحيم وظلم الحريري لا لا قصدك الحمير اللي حواليه محمين يعني مش عارف عبد الرحيم بيروح يقول له يعني بيروح يقول له تعال ما نخفض عليه 40% بيقول له بيامرك ايه بده ينتخبنا ما انت جاي يفتحه بدي اقول بدي حط له طعن على بكره ما اللي خفضت عنه انا رايح عند عبد الرحيم وبدي اقول له سبيتك وش بدي يسبك وشو احلى من افي بس الحراميه اللي حواليه مثل مين يعني من كل مش هو بس الحريري والفرزدي وكل الحريري وعبد الرحيم شحرين مش عبد الرحيم مين الحراميه اللي حواليه حاطط لي عبد الرحيم ناس تيوس حواليه من غزة لهون الكل للبير لكل كل يعني الحرامين اللي حوالي مين يعني مثل مين قصدك هي واحد منهم سجل حط كيوش حوالي حوالي حط كيوش حوالي يعني تشخو يعني اول تايس هاوس والله انا بعرف بس عشان تخلص جيبه معك مش لازم تطلع منه يا زلمه حالي بعرف